السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض طريقة سمك الصينية في الفرن، طريقة سهلة وبسيطة جدا يا بنات، وإن شاء الله يا حبايبي تنال إعجابكم. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. المقادير يا حبايبي معانا عندنا سمك يا بنات منضفينه وغسلانه كويس زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. انتوا عارفين ان احنا عندنا بننضف السمك كده، في ناس بتحب تسيب الدماغ، دي حاجة ترجع لك في الآخر يا حبيبتي. ده تنظيفنا، عندنا 1.5 كيلو سمك متنضف، ومعانا طماطم مفرومة، وعندنا فلفل رومي متقطع طرنشات، وعندنا فلفل بصل يا بنات متقطع طرنشات زي ما انتوا شايفين، وعندنا بهارات محوجة، ومعانا معلقة فلفل أسمر، ومعلقة ملح، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة توم بودر، ومعلقة كمون. طبعا كلكم عارفين ان السمك بيحب الكمون. وعندنا هنا يا بنات حباية بطاطس مقطعة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب. انا البطاطس دي حاجة ترجع لكم يا بنات، انا هضطر احط بطاطساية عشان ابني عندي ما بيحبش ياكل السمك، فهحطه في أرضية الصينية بطاطاي. عايزة تحطيها ماشي، مش عايزة خلاص يا حبيبتي ماشي مشكلة. أول حاجة هنعملها مع بعض، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة يا حبيبي زي ما انتوا شايفين جبنا صينية، زي أي صينية عندك أي مقاس زي ما تحبي. أول حاجة يا حبيبي هننزل مع بعض، عندنا البصل زي ما قلنا، والفلفل يا حبيبي القرن الفلفل الرومي، وعندنا الحبات البطاطس مع بعض، ومعانا يا حبايب قلب هنا البهارات زي ما قلنا، والبصل البودر والفلفل الأسمر، وعندنا هنا يا حبايبي كمان شبت وبقدونس ما قلناش يا ولاد يا بنات في الوصفة، بس هنحط شبت وبقدونس هنقلبه كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هنقلب الخليط كله في بعضه كده ونفرده كده يا حبايب قلبي، ونرص السمك يا بنات كده معانا. هنرص السمك وصفة سهلة يا بنات خالص، وكل حاجة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ني في ني، مش هنسبك ولا اي حاجة، هتبقى احلى صينية سمك ان شاء الله يا حبايبي هتجربوها وهتعجبكم. زي ما قلت لكم يا بنات البطاطس اختيار، يعني مش عايزة تحط بطاطس عادي ماهيش مشكلة، فانا زي ما قلت لكم مضطرية احط حباية بطاطس عشان ابني ما برضاش ياكل السمك كده يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين السمك حطناه اهو، هننزل بقى يا بنات بالطماطم، هننزل عليها يا حبايبي بكوباية مية، كوباية مية صغيرة بس كده زي ما انتوا شايفين يا بنات معانا. وكده يا حبايبي صينية السمك بتاعتنا جاهزة، هنحطها يا بنات على البوتاجاز، ولما تشرب المية خالص ونحس ان هي خلاص قربت تنشف هندخلها الفرن تكمل سواها وتتحمر في الفرن. يلا بينا نحطها على البوتاجاز مع بعض. وده السمك يا بنات زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده حطينا على البوتاجاز، زي ما انتوا شايفين ابتدى يقلب معانا اهو يغلي، هنسيبه يا بنات اما ينشف شويه وبعد كده هندخله الفرن. زي ما انتوا شايفين يا بنات السمك قرب ينشف معانا خالص اهو، هندخله بقى يا حبايب يكمل سواه في الفرن وينشف ويحمر. واوريه لكم يا بنات، يلا يا حبايبي ندخله الفرن مع بعض. ودي يا بنات صينية السمك طلعت من الفرن يا حبايبي زي ما انتوا شايفين شكلها حكاية ازاي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة جدا، وجربوها وان شاء الله يا حبايبي هتعجبكم. ولو شفتوا الفيديو وعجبكم دوسي لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد من مني للاكلات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.